طالما ما فيهاش حديد يبقى لازم القطاعات بتاعتك بتشيل التنشن اللي جاي عليها، التنشن ستريس اللي ممكن تيجي عليها، سريعه في الايه في التنفيذ لان ما فيش فيها شغل حديدي. في نوع تاني اسمه حوائط نصف تفاقليه اللي هي سيمي جرافيتي ريتيننج وول، يعني كان احنا بنعمل حاجه كده وسط ما بين الجرافيتي وما بين التدريبر ريتيننج وول، ان احنا بنحط نسبه حديد بسيطه تشيل معانا برده شويه في الستريس، لكن ما بتبقاش برده ما بتبقاش معتمده بشكل اساسي على الاستيح بتاعنا. وبالتالي دي بنقول عليها سيمي جرافيتي ريتيننج وول. الهدف منها ان احنا بنحلل بس كميات الخرسانه شويه، ان احنا بنحط ايه؟ بنحط جزء من الحديد في الحوائط. في حوائط بعد كده حوائط كانتريفر، خلاص دي بتعتمد في اتزانها كليا على الحديد مع الخرسانه، بتصمم قطاع خرسانه عادي، فدي بنقول عليها كانتريفر ريتيننج وول. حتى تلاقي القطاعات بتاعتها الى حد ما ان هي صغيره بالشكل. في بعد كده لو احنا عندنا الحيطه دي ارتفاعها عالي، لو الارتفاع ده عالي قوي القطاع اللي هو الستيم سيكشن ده بنقول عليه ستيم سيكشن، القطاع اللي هنا ده بتلاقي الحيطه دي هيبقى عليها مومنت عالي جدا، وبالتالي القطاع بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى كبير جدا. فبنرجع ان احنا نعمل حاجه اسمها كاونتر فورت اللي هو الدعامه الخلفيه بتاعت الحيطه بالشكل ده. الدعامه بتبقى بالشكل ده بتثبت الحيطه دي كما لو انها بلاطه واقفه ومركونه على الايه؟ على الدعامه دي، وبالتالي في الحاله دي الحيطه هنا مش هتشتغل في الكانتليفر، هتشتغل كانها بلاطه واقفه على الايه؟ واقفه على السطح، وبالتالي ده يقلل الاستريس بتاعها شويه، وسمكها يطلع وزن ايه؟ وزن سمك البلاطه الخرسانه. هتلاحظ هنا ان الكاونتر فورت ده في اتجاه الردم، عشان طبعا ما يضايقش الايه؟ ما يضايقش الحركه هنا، لان قدام الحيطه ده هيبقى في حركه، ايا كان طريق، ايا كان مبنى داخلي، هيبقى في حركه، وبالتالي الدعامات دي بتتعمل عكس وش الحيطه، يعني في اتجاه الردم عشان تبقى مردومه جوه الردم. في نوع تاني اللي هو الباترس هولز، نفس النوع اللي هو بتاع الكاونتر فورت، بس الدعامه هنا قدام الحيطه مش في ظهر الحيطه، هو نفس النوع بالظبط، بس بدل ما انا بعمل الدعامه دي ناحيه الردم ممكن اعملها عكس اتجاه الردم، وده في كيسز معينه لو وجود الدعامه ده مش هيضايقني في حاجه معينه ممكن اعمله عكس اتجاه الردم. في حاجه اسمها كريب وول، كريب وول دي يعني كان انت بتخلق حجم معين او حيز معين، الحيز ده بيتميل بتربه حبيبيه، ممكن تبقى صخر، ممكن تبقى فراش ستون، المهم ان هي تربه حبيبيه حجمها يبقى اكبر من الحجم ما بين الاجزاء دي، يعني مثلا الاجزاء دي ممكن تبقى خشب، الاجزاء دي ممكن تبقى ستيل، ممكن تبقى اي ماتيريال، المهم ان الاجزاء دي بتركب على بعضيها، وبالتالي بيبقى في فراغات بينها وبين بعضها، الفراغ اللي جوه الكبير ده بيتميل اي تربه حبيبيه، بتعتمد بقى على حجم الحيطه ان هي عرضها كبير قوي وبالتالي مليانه فراش ستون، مليانه صويل، وزنها تقيل، فاي حركه ليها هيبقى صعب انها ايه؟ صعب انها تحركها. دي برده ممكن تعمل لو دي نقدر نستخدمها لو احنا عندنا المساحه اللي نقدر نعمل فيها ريتيننج ستراكشر كبيره عند الارض متسعه، وما عنديش مشكله ان انا استخدم مساحه اكبر، فما عنديش مشكله ان انا اعمل حيطه عرضها 2 3 متر بس من الردم، توصل لارتفاع 9 متر او 10 متر ما يبقاش فيها اي مشكله، وهتعتمد في الالتزام بتاعها على الايه؟ على الاستابيليتي بتاعتك. الكريب وول دي الماتيريال دي ممكن تبقى مختلفه، يعني انت ممكن تتبع نفس الاسلوب في اي حاجه ثانيه، بمعنى ايه؟ مش لازم انا اعمل الاسلوب ده بحذافيره، بمعنى ايه؟ مش لازم انا احط الماتيريال دي عباره عن خشب او ستيل او اي حاجه، لو انا عندي ارتفاع محدود من الـ من الـ من الـ من الساند، يعني الارتفاع مش كبير قوي، ممكن تتبع اسلوب بدائي او تقليدي بنفس الكيفيه دي، ان انت ممكن تجيب اي كونتينرز كبيره، ممكن تبقى قماش، ممكن تبقى اي ماتيريال مختلفه، ممكن تبقى زي الشكاير مثلا، زي الشكاير بس على احجام اكبر، وتبقى حاجات مساحتها كبيره وتتحط وتتملي وهكذا وتتحط فوق بعضيها، كان انت بالظبط جبت الشكاير ورصيتها ايه؟ رصيتها فوق بعضيها، وبالتالي هي بتقاوم الايه؟ بتقاوم الحركه دي، فالمبدا ده ممكن تتبعه باي ماتيريال ثاني. الشكل ده بيجمع لك بس كل الانواع اللي احنا اتكلمنا عليها، ما فيش اي فرق بينه وبين اللي انا قلته، بس كل الحكايه ان هو بيجمع لك بيقول لك ان دي جرافيتي ريتيننج وول، هتلاقي قطاعات الخرسانه بتاعتها كبيره، بعد كده دي السيمي جرافيتي حطينا فيها حديد، بعد كده الكانتريفر القطاعات بتاعتها صغيره، بعد كده الكاونتر فورت، بعد كده الباترس. المتطلبات بتاعتنا في الريتيننج وول، الريتيننج وول دي عشان تبقى واقفه عشان تبقى ستيبل ليها متطلبات معينه لازم نحققها. المتطلبات دي اللي هي ان الحيطه دي لازم تبقى سيف اجينست اوفر تيرنينج. اوفر تيرنينج يعني الحيطه دي ما تلفش. الحيطه دي ممكن تلف نتيجه ايه؟ نتيجه القوه اللي جايه عليها. هتلف ازاي؟ هتلف بالشكل ده. هتلف حوالين التو بتاعها اللي هي النقطه دي، ده اسمه التو بتاع الحيطه اللي هو قدمه الحيطه او مقدمه الحيطه. ممكن الردم ده لو عالي جدا الضغط بتاعه عالي قوي، ف
فيوصل لمرحله ان الحيطه هي واقفه في مكانها ما اتحركتش، ما حصلهاش شيفت، هي حصل